دعاء الجلسة بين السجدتين دواء إزمج سجدي رب اغفر لي رب اغفر لي غسبدار موي أبرستي مي موي أبرستي حديث بلجي أبو داود اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وعافني وارزقني Warfa'ni. Allahu moj, oprosti mi i smiluj se. Uputi me i učini zadovoljnim, bogatim. Sačuvaj me i na faku mi daj. Uzdigni me. Hadis bilježe sabirači sunena osim en nesaja.